نحتاج في تجارب الفيزياء إلى جهاز لقياس شدة الضوء أو لاكسميتر. الحصول على جهاز بمواصفات جيدة يكلف عشرات الآلاف من الدنانير، وبالإضافة إلى مثل هذه الأجهزة تكون متوفرة عادة في المتناول الجميع. إذا الهدف من هذا الفيديو هو شرح كيفية صناعة جهاز لاكسميتر باستعمال وسائل متاحة محليا. لصناعة مثل هذا الجهاز نحتاج إلى مقاومة متغيرة تحت شدة الإضاءة أو تسمى LDR باللغة الإنجليزية، إلى مقاوم بقيمة 15 كيلو، إلى لوحة أردوينو يونو أو أي لوحة مشابهة لها. ينبغي في البداية معايرة الـ LDR، أي بإيجاد العلاقة بين قيمة المقاومة وشدة الإضاءة. نحتاج لهذا الغرض إلى جهاز هاتف ذكي يحتوي على حساس الإضاءة، ثم نقوم بقياس قيم المقاومات وشدة الإضاءة المقابلة لها، ولكي نتمكن في الأخير من تحديد العلاقة بين قيمة المقاومة وشدة الإضاءة التي تخضع عموما لقانون مثل هذا الشكل. ودونك المعايرة تتمثل إذن في تعيين قيمتي الثابتين A و B. مخطط الجهاز هو ببساطة قاسم للجهد، يحتوي على ال LDR زائد المقاومة الثابتة، مقاومة 15 كيلو. فوق الجهد عند المخرج يوصل مباشرة بمدخل تماثلي للوحة الأردوينو الذي يحول قيم الجهد إلى قيم مقاومة، ثم يقوم بحساب شدة الإضاءة المقابلة لهذه المقاومة. ثم يمكن عرض نتيجة شدة الإضاءة على شاشة الكمبيوتر باستعمال الوصلة بين الأردوينو والكمبيوتر.